بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله نكمل معاك وبقية التمارين اللي بنعملها مع بعض أو بنعمل بيها تصميمات ببرنامج البي ال سي. هناخد النهاردة إن شاء الله بقى الأوتوماتيك كوفي ميكر أو ماكينة صنع الإيه القهوة الأوتوماتيكي. زي ما أنت شايف كده في الصورة اللي قدامك، هتلاقي قدامك ده بلان لماكينة صنع قهوة فيها حساس للكوبايات البلاستيك، وفي عندي تو تانك، في تانك بالكوفي وفي الهوت ووتر، الاتنين بينزلوا مع تانك ميكسينج كونتينر، ده بيعمل خلط الاتنين. في موتور عندي كأنه خلاط بيعمل ميكسينج لمين؟ للقهوة مع المية السخنة. بعد تايم معين من الميكسينج يبدأ تنزل فين؟ في الكوباية، فتاخد القهوة جاهزة. ده المثال اللي احنا المفروض هنعمله أو نعمل تصميمه من أول ما نضغط على الكوباية تنزل لي لغاية ما أستلم القهوة جاهزة ببرنامج البي ال سي. هنشوف الغرض من الكنترول. زي ما احنا شايفين كده قال ميكينج ذا بيبر كاب كام اوت اوف ذا اوتلت وين كوين از ان انسيرتد. لما ساعات تضغط على ازرار الكوين ديكتور يبدأ ينزل لك الكوباية في المخرج بتاع الكوباية. از سيم تايم في نفس الوقت ذاك كوفي بيور ان ذا ميكسينج كونتينر افتر 2 سكند ذا هوت ووتر باور ان 60 سكند لتر ذا ريدي ميد كوفي ويل بي بورنينج اوت فروم ذا ايه كوفي اوتليت. بعد 60 ثانية هتلاقي القهوة نازلة فين؟ في الكوباية قدامك جاهزة وتاخدها على طول. طيب نشوف بقى العناصر اللي ممكن احنا نستخدمها في الديزاين. هتلاقي عندك طبعا من خلال الرسمة اللي قدامك دي الرسمة اللي هتجيلي، فالإكس زيرو ده الكوين ديكتور، المخرج بتاع الكوباية واي أوت أو واي أو يعني زي واي أو البيبر كاب أوتلت. في عندك التو واي وان بتاع الكوفي واي تو بتاع الهوت ووتر، وعندي الحساس الإكس وان اللي هو الزرار البريسنج الميكسنج كونتينر، وفي عندي طبعا هنا الواي 3 ده خاص بالموتور بتاع الخلاط، وفي عندي الواي 4 الخاص بالفالف اللي بينزل مين؟ بينزل القهوة في الكوباية. فطب وفي عندي طبعا عندي التايمر، فقال لك اهوت الاكس زيرو ده كوين ديكتور اكس زيرو بتساوي اون وين اكوين از انسيرتد، الاكس 1 بريشر ديكتور اللي حساس للضغط، اكس 1 بتساوي اون وين ذا ليكويد ان ذا كونتينر ريتشد ا سيرتن اماونت اوف بريشر. امتى بتبقى الاكس واحد اون؟ لما يبقى هو يحس الكونتينر ده ان هو ايه اتملى بالكميه اللي انا محتاجها. التي زيرو تو سكند تايمر، طبعا التايمر بيس هنا 100 مللي سكند، فلما نكتب احنا اتنين هنضرب 100 مللي عشان نحطها يبقى كده 20. التي 1 ده 60 سكند تايمر، وطبعا تايم بيس عندك 100 مللي سكند. الواي زيرو الفيبر كاب اوتلت، والواي 1 الكوفي اوتلت، والواي 2 الهوت ووتر اوتلت، والواي 3 اجيتيتور اللي هو الخلاط بتاعك، الواي 4 ريدي ميد كوفي اوتلت. هنعمل التصميم ازاي؟ يبقى اول حاجه انت بتعمل بريس الاكس 0 الكوبي او الكاب اوتلت الحساس بتاعك، هيعمل لي سيت للواي 0 وسيت للواي 1، هيجهز طبعا الواي 0 ينزل الكوبايه وسيت الواي 1 ينزل القهوه فين؟ في الميكسنج كونتينر. يعني ده عن طريق مين؟ اول ما انا بريس لمين الايه الاكس او حساس الاكس زيرو يحس ان في شخص قدامه وبيمد ايده عشان ينزل الايه العلبه بتاعت او الكوبايه الورق بتاعت القهوه، وبالتالي سيت واي زيرو سيت واي 1 يبقى واي زيرو كونتاكتور او كونتاكت هتبقى كلوز والواي 1 كلوز، طبعا التي زيرو مقفوله. هتشغل التايمر اللي هو مدته كام؟ 2 سكند. التايمر ده لما يشتغل التي زيرو هيقفل لي الكونتاكت تي 0، هيعمل لي سيت للواي 2، وبعد كده طب سيت واي 2 اهوت هيبدأ الواي 2 ينزل الميه السخنه على مين؟ على الكوفي. الاثنين فين؟ في الميكسنج كونتينر. وبعد كده يعمل لي ريسيت للواي 0، خلاص بقى انا ما عدتش عايز مين؟ ما عدتش عايز الواي 0 اللي هي دي، خلاص بقى هي كوبايه واحده بس اللي نزلت، مش عايز اكتر من كوبايه واحده. وبرده اعمل لي ريسيت للواي 1 لانه خلاص مش عايز قهوه، القهوه نزلت اول ما ضغطت على الاكس 0. بعد كده الاكس واحد بقى اللي انا خلاص هضغط بقى عشان اي انزل القهوه بتاعتها، هتعمل ريسيت للواي 2 تقفل مسار الميه وتعمل لي سيت للواي 3. فين الواي 3؟ اهي
اللي هتشغلي بقى الميكسنج الخلاط عشان خاطر يخلط المايه السخنه مع مين، تقلب القهوه يعني على المايه السخنه. تمام، يبقى الاكس 1 هتعمل ريسيت للواي 2 هتقفل المايه السخنه، وتسيت للواي 3 تعمل لي خلط للقهوه مع المايه. وفي الحاله دي هتشغل مين؟ هتشغل عندي التايمر كي كام 600 اللي هو مده 60 ثانيه اللي هي مده التقليب. اول ما يخلص الكاونتر التايمر ده يعد ال 60 ثانيه بتوعه. طبعا ده هتفتح فخلاص هيفصل التايمر ويقفل التي مين؟ يقفل التي 1، فيعمل لي سيت لمين؟ سيت للواي 4. لما يعمل سيت للواي 4 خلاص الواي 4 اهيت، هينزل القهوه فين؟ تنزل القهوه فين؟ في الكوبايه، تبقى هنا كده ايه جاهزه. في الحاله دي طبعا هيعمل لي بقى في نفس الوقت ريسيت للواي 3، خلاص يوقف الخلاط. مجرد ان هو ينتهي من ان هو يخلص القهوه تنزل في الكوبايه ويحس ان هي خلاص خلصت، هيحصل ايه دلوقتي؟ الاكس 1 هتقفل ويبقى ريسيت لمين؟ للواي 4، وكده العمليه تبقى ايه؟ تبقى خلصت. طبعا مثال جميل جدا وسهل يعني تعرفوه، ما فيش اي مشكله. البروجرام ديسكريبشن زي ما انت شايف، اكس 1 از بتساوي اون وين اكوين از انسرتد، الواي 0 اند واي 1 ويل بي اون اند لاتشت، ا بيبر كاب ويل بي سند اوت، اند ا سيرتن اماونت اوف كوفي ويل بي باورد انتو ذا كونتينر ات ذا سيم تايم. الواي 0 اند واي 1 ويل بي اون فور 2 سكند، ويتش از ايه؟ سيت فاليو اوف تايمر تي 0. بعد التايمر تي 0 ده ميعاد ثانيتين، الاثنين هيبقوا اون فينزل الايه الكوبايه بتاعتك. وين نورمالي اوبن كونتاكت تي 0 از اون، واي 2 ويل بي اكتيفيتد اند ذا هوت ووتر ويل بي باورد ان ذا ايه كونتينر، المايه السخنه هتنزل في الميكسنج كونتينر. ات ذا سيم تايم ذا اوتلت اوف بوث بيبر كاب اند كافي ويل بي كلوزد. When the liquid in the container reaches a certain amount of pressure, the X1 هيبقى on. Therefore, the hot water outlet Y2 will be reset and the agitator Y3 will be on for 16 seconds. After 60 seconds, a normally open contact 1 will be on. Y4 will be on and latched. And Y3 will be reset at the same time. بعد كده طبعا الخلاط بتاعك اجيتيتور او الميكسنج بتاعك ده ستوب وركينج اند ذا ريدي ميد كوفي ويل بي باورنج اوت فور ذا ايه اوتليت. في الحاله دي بقى وين ذا كوفي از باورد انتو ذا بيبر كاب كومبليتلي، الاكس 1 ويل بي اوف اند واي 4 ويل بي ريسيت. في الحاله دي خلاص ذا ريدي ميد كوفي اوتليت ويل بي ايه ويل بي كلوز. طبعا مثال جميل جدا في الديزاين بتاعه، لو جالك حاجه زي كده تعرفوا ايه تعملوها بمنتهى البساطه. انا عندي الاوتوماتيك يورين دي، انا هعمل ناخد لكم مثال برضو سهل شويه. المثال اللي قدامنا ده الاوتو انتربشن تايمر، في عندي خطين انتاج برودكشن لاين 1 ده الموتور بتاعه واي 0، وبرودكشن لاين 2 الموتور بتاعه واي 1. في تو بوكس هو عاوز يعني ايه يشغل خط انتاج شويه ويرجع بعد كده يشغل الخط التاني وهكذا واحد ورا التاني. يعني ايه الغرض من الكنترول؟ قال لك ان ال بي سي برودكشن لاين ان اوبريتور شود بي ان شارج اوف باكينج برودكت اونتو كونفير بيلت انتو تو بوكس فور انشورنج ذات اوبريتور هاف سفيشنت تايم فور باكينج. The program is designed to control two convert belts to be running alternatively. Stop one convert after 3 seconds running and then start another convert for 38 seconds run. شغل واحد وبعد كده الثاني بعده بمدة كام؟ 30 ثانية. الديفايس عندك الـ T0 هتبقى تايمر 30 second تايمر. الـ M0 ده controlling the trigger circuit، الـ M1 alternating the conveyor belt، الـ Y0 executing the production line 1، والـ Y1 executing the production line 2. زي ما احنا شايفين طبعا هو بيشغل تايمر، يبقى T0 ده مقفولة، هيشغل التايمر لمدة 30 ثانية. بعد ما يشغل 30 ثانية الـ M دي هتبقى مفتوحة، فدي هتقفل طبعا لما أول ما ده يشتغل دي تقفل. هيشغل لي مين؟ يشغل لي كونتاكت الام مين؟ الام 1. والام 0 اما شغل الام 1 تروجن سيركت هتقفل مين؟ هتقفل الام دي، فيشغل خط الانتاج اللي هو الاولاني يعني. طب بعد ما يخلص هو 30 ثانيه هيرجع الوضع الطبيعي، ان يعني دي تفتح، لما دي تفتح هيعمل ايه؟ الام
اي حاجه باسم الكونتاكت او كويل ام هتغير حالتها، فالام 1 ترجع لوضعها الطبيعي اللي هتبقى مفتوحه، والام 1 ترجع لوضعها الاساسي اللي هو مين، اللي هو تبقى مقفول، فهيشغل خط الانتاج مين، شغل خط الانتاج اللي هو واي 1 وهكذا. تعال نشوفوا البروجرام ديسكريبشن. قال لك جوز بروجرام يوزز ذا نورمالك كلوز كونتاكت تي 0 از اكسكيوتنج كونديشن اوف ذا تايمر تي 0. وين تي 0 ريش ات از سيت فاليو 30 ثانيه، ات ويل بي اكتيفيتد، ذا تريجر سيركت ويل بي اكسكيوتد تو تشينج ذا ستيت اوف ام 1، برودكشن لاين 1 ويل ذن ستارت وركينج. افتر 30 سكند كاونتنج تي 0 تيرنز اون ذا normally close the contact T0 will be activated at the same time timer T0 will thus be off which makes the normally close the contact T0 to be off again. In the next scan buried because the normally close the contact T0 is off timer T0 will start counting after 30 second counting. يعني هو بيقول لك يعني ايه، بشغل واحد 30 ثانية ويرجع التاني يشتغل وراه 30 ثانية وهكذا بالايه بالتوالي. في الاخر خلاص by using the trigger circuit to activate Y0 and Y1 iteratively the program makes the two production line to convert a production A alternate. هناخد بس هنا ايه نبص على بعض الامثلة. طبعا في عندنا الانترستنج فونتين اللي هي النافورة الكهربية اللي قدامنا دي، يعني احنا كده الامثله ده بقى نشوف الترافيك لايت كنترول بس هنفهمكم القصه او الغرض منها والديزاين تبقوا انتوا تبصوا عليه. لو قلت لنا حاجه زي كده انا عندي هنا اشاره في طريق متقاطع اللي هو نورث ساوث دايركشن والايست ويست دايركشن، ففي عندي هنا اشاره، طبعا الاشاره هنا بتبقى لونها احمر، بتبقى لو دي طبعا احمر العربيه دي واقفه، فبالتالي الاتجاه ده يبقى اخضر عشان الطريق ده يمشي عشان ما يحصلش حادثه في النص، يعني ما يبقاش في تقاطع، يعني العربيتين ما يخبطوش في بعض. فلازم احنا نشغل، لما تبقى الاشاره دي حمراء هتبقى في نفس الوقت الاشاره دي ايه خضراء، وتعملها سيكونس الاثنين مع بعض. تمام، دي حاله. ممكن الحاله الثانيه زي ما انا جبت لك قبل كده او شرحت لك قبل كده في الامثله، لو قلت لك اشاره المرور ممكن اجيب لك اشاره واحده زي كده والعربيه ماشيه واعمل لك زي ما احنا كنا واخدناها في المثال السابق. ايه الغرض من الكنترول؟ قال لك هو enabling the traffic light to work by start bottom x0 and to stop by stop bottom x1. هتشغل الاشارات اول ما تضغط على الاكس 0 وممكن توقف السيستم كله لما تضغط على الاكس 1. ايه بقى المطلوب؟ سيتنج ذا تايم اوف ريد لايت ان ايست ويست دايركشن از 60 سكند اند نورث ساوث دايركشن ويز هيفير كام ترافيك از 30 ثانيه. قال لك هتظبط الوقت بتاعك ان الاشاره تبقى حمراء في اتجاه الطريق اللي هو الشرقي غرب ده لمده كام؟ 60 ثانيه. في نفس الوقت النورث ساوث دايركشن ده هيبقى ايه؟ هيبقى هيفر ترافيك واس كام؟ هيبقى مدته كام؟ 30 ثانيه اللي هي الاشاره الحمراء، يعني في فرق هنا 30 ثانيه للعبور. The time of red light in east west direction equal to the time of green light that green light flashing that yellow A light. لك وقت الاشاره الحمراء ده هيساوي في نفس الوقت ان بقى في النورث ساوث في اللي هو الشمال الجنوبي الاشاره بتاعتك، يعني هنا يبقى حمراء المفروض انت بقى تساوي نفس التايم ده، يعني هنا الاشاره دي تبقى حمراء المفروض في الاشاره دي يبقى زمن اضاءه اللمبه الحمراء ده هيساوي زمن اضاءه اللمبه الخضراء زائد في نهايه اللمبه الخضراء بدي فلاشنج كده الاخضر زائد الاربع دقايق او اربع ثواني بتوع مين؟ بتوع اليالو ايه لايت او الاضاءه الصفر ده هو بقول هنا ده. لك ذا تايم اوف ريد لايت ان ايست ويست دايركشن ايكوال تو ذا تايم اوف green light زائد green light flashing زائد yellow A light in north south direction and وطبعا العكس بالعكس. when yellow light is on cars and طبعا العربيات بقى في اول ما يبقى الاشاره بتنصل العربيات بتستعد بقى should not cross the road and yellow light will last for 5 seconds for the crossing car and a pedestrian to pass سيفلي. طبعا محدش بيمشي والاشاره صفر لازم الاشاره تنتهي بعد كده اي شيء. تجيب لك اهوت التايم تايم دايجرام اوف ترافيك لايت ان ايست ويست دايركشن، اما تبقى الاشاره عندك حمراء مده 60 ثانيه بعد كده تفصل في الوقت نفسه يبقى المفروض الاشاره الخضراء هي فاصله تشتغل بعد الاشاره الحمراء هي 20 ثانيه وتفلاش 5 ثواني بعد كده تبدا مين الاشاره الصفراء كام؟ 5 ثواني.
A timing diagram of traffic light in north south direction. هنا الإشارة الحمراء تبقى 30 سكند، الإشارة الخضراء تشتغل بعدها لمدة 60 زائد 5 ثواني اللي هما فوق، ما ده 60 يبقى ده 60 مساوي ليه، تمام، زائد الخمسة فلاشنج، تمام، اللي هما مصاد الفلاشنج دول. بعد كده الايه اليالو كام؟ 5 سكند، تمام، اللي هما مناظرين للإشارة اللي هي في الايه في الايست ويست دايركشن. طبعا دي كل الكونتنت اللي انت محتاجها، ديفايس وفانكشن، اكس 0 واكس 1 كل الكومبوننت، وده الديزاين بلاك ديجرام اللي عايزك تبقى تبص عليه وتحاول تفهمه. انت كده خلاص بقيت راجل فاهم شاطر في البي ال سي، فنقدر نفهم الايه اي مثال يجي لنا ونطبق عليه ان شاء الله اي تصميم بالنسبه لنا. ده كده احنا نعتبر خلصنا معظم الامثله اللي احنا ممكن نستخدمها كديزاين بالبي ال سي. ان شاء الله الامتحان هيبقى كويس، ما تلاقوش ان شاء الله، هنركز بس على الأسئلة النظرية الموجودة في الشابتر، في نهاية الشابتر الأولاني، وفي طبعا في السنسور زي ما المهندسة تقع بتنزل لكم، هنعرف كل نوع ايه فكرته، ايه هو تعريفه لو في تعريف ليه، ونظرية عمله، وطبعا مميزاته وعيوبه وتطبيقاته. ده بالنسبة لكل أنواع من أنواع السنسور. طبعا أنواع السنسور دي مهمة جدا بالنسبة لكم، لازم تعرفوها للاستخدامات يعني بغض النظر عن الامتحان يعني. فيبقى الجزء بتاع السنسور هتعرف اسم السنسور، لو ليه تعريف هتعرفه، نظرية عمله، فكرة عمله بمنتهى البساطة، ممكن تكتب بالعربي عادي بالإنجليزي عادي مفيش مشكلة بالنسبة لي، مميزاته وعيوبه وتطبيقاته، تمام. وأتمنى لكم طبعا إن شاء الله التوفيق، ونشوفكم بإذن الله على خير. كل سنة وأنتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.